سيدة أم أحمد من الإسماعيلية. أستاذة أم أحمد اتفضلي. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ كل سنة وحضرتك طيب، وحضرتك طيبة وبصحة وسلام وأنا ونجوم. بشكرك والله على الكلام الجميل ده والعلم النافع، ربنا يزيدنا من علم حضرتك يا يا رب. رب ربنا يحفظكم ويزيدكم نور وبركة، وكل سنة وحضرتكم طيبين. الله يخليك، منور الدنيا. ربنا أنا يبارك بس حضرتك. الله يسعدك، أنا بس يعني أنا أخويا ليا أخ يعني اسمه محمد، هو انسان كويس محترم جدا، بس هو يا عيني تعرض لابتلاء صعب قوي يا شيخ. طيب هو اللي هي زوجته، هو الوقت انفصل عنها، سرقت فلوسه وسرقت حاجته وادتها لاخوها، وفتح مشروع بفلوس اخويا، وحتى الاولاد طبعا بقوا في حضانتها، ودلوقتي ما بيقدرش حتى يشوفهم في النادي، ودلوقتي نفسيته متدمرة جدا، وأنا يعني أنا ببكي عليه ومش عارفة، يعني نفسي يبقى سعيد سعيد. اصل يا حاج محمد، يا استاذ محمد، هو مش محتاج ان هو يتبكي عليه. هو ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه في التعافي النهارده. احنا مش محتاجين. وحتى امبارح، معلش يا سيدة الشيخ، امبارح شاف أخوها اللي هو سرق فلوسه هو وهي، وبص له، يعني لو اقول لحضرتك بص له ازاي، وكادوا في الشارع. اخويا مشي ما ردش عليه، طيب ايه ده وهو سؤال. دلوقتي ايوه حزين. طب خليني انا اكلمه على هوا دلوقتي. ده السؤال الاولاني. في سؤال تاني يا ام احمد؟ انا السؤال الثاني، انا امي لسه متوفيه رحمه الله عليها، رحمه الله يا رب، ربنا يجمعها. يعني وهي يعني سبحان الله، يعني هي انا ان شاء الله هي في حسن الخاتمه، لان هي طلعناها من العنايه المركزه، ويعني ماتت، بس هي كان وشها كله نور، وحسينا استغربنا يعني سبحان الله ان هي صغرت، يعني بقت اصغر مننا سنا، طيب وحتى اللي كان بيغسلوها كانوا بيصلوا على سيدنا محمد. طيب فين السؤال يا استاذ محمد؟ يعني انا لغايه دلوقتي ما حلمتهاش ولا حاجه، مع اني يعني اتعمل لها عمره وتصدقنا لها وكل حاجه، مش عارفه يعني، مش عارفه، انا نفسي اطمن عليها، ما تطمني مش عليها. عارفه. انت بقولي لسه ايه، ما حجتلهاش ولا لسه ايه؟ وهي اتعمل لها عمره حضرتك بعد الوفاه على طيب طول. هل هي كان معاها فلوس الحج؟ لا، هي حضرتك جهزت نفسها رغم مرضها لا وراحت انا بسأل اتصورت. سؤال، هل هي كان معاها فلوس الحج؟ لا، هو خلاص زوجي انا هو اللي طلع لها العمرة. طب انا هكلم حضرتك ان شاء الله، هكلم حضرتك. بص يا ام احمد، المسألة بسيطة قوي. جزء اخو حضرتك اللي هو استاذ محمد، يا استاذ محمد لسه بنتكلم على ما تسيطرش عليك المشاعر. كونه بص لك، كونه ما اعرفش ايه، اجمد وابني نفسك مره تانية، وكل اللي فات، كل اللي فاتك ده استعين برزق الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، واللي اتاخد ده منك ده مش هو ده منتهى رزق الله، وخلاص رزق الله انتهى. رزق الله واسع، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، لسه الرزق مخلص. انت لو زعلان على انك انت ما حصلتش على حقك، على فكره ما حدش يمنعك ان انت باي وسيله من الوسائل تاخد حقك، ولكن انا بقول لك حاجه تحفزك. انت لو كنت بقى عايز تبقى حاجه تحفزك، يلا توكل على الله واجتهد واحصل على مال، عشان اولادك دول لو احتاجوا لك في اي وقت يجدوك السند ليهم، ويجدوك ان شاء الله عونا لهم على دوران الايام وتغير الايام. فانا رايي يعني انت سيبك من ده كله يا سيد محمد، وما تخليش المشاعر تسيطر عليك، لان خلاص اللي مضى مضى، اللي حصل حصل. احنا دلوقتي مش هقول لك ابن النهارده، لكن احنا دلوقتي عندنا حياه الله سبحانه وتعالى امرنا ان نعمرها. فيلا توكل على الله وسيبك من ده كله. سيبك من ده كله مش معنى كده ان ما اولادك ما لهمش اهميه، لا، سيبك من كل المشاعر دي وركز في عملك، وركز في نجاحك، وركز في محبتك لاولادك، وتعامل معاهم بهذه المحبه، وان شاء الله كل ده يزول ويبقى كله خير ان شاء الله. المساله الثانيه اللي حضرتك سالتي عنها، وهي مساله ان انت ما عملتيش حج لوالدتك، بدل ما كانتش قادره فالحج ما كانش واجب في ذمتها، وانت لو عملت لها حج ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو ييسر لك ان شاء الله وتعملي لها حج، وان شاء الله في اقرب فرصه، بس هي مش واجب عليها الحج. انت هتعملي الحج وتقولي اللهم هب مثل ثوابي حجي لوالدتي، وان شاء الله يصل اليها.